يا مساء الفل والجمال على حضراتكم كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من اون افريكا، ومكملين مع حضراتكم تغطيتنا اللي كان 2023، البطوله اللي كان فيها احداث كتيره جدا منذ البدايه. امبارح كانت بدايه المباريات لدور الثمانيه، والكونغو الحقيقه هبتدي بالكونغو، لان الكونغو هي اللي كانت في طريقها كمنتخب مصر، وتحس ان الطريق كان سهل، ولكن امبارح الكونغو بتقول حاجه مهمه جدا، وان هي الكره ملهاش كبير، الكره بقت فيها انت بتجتهد وبتشتغل وبتسعى لحاجه بتوصل لها في الاخر، وده اللي عملته امبارح الكونغو امام غينيا بثلاث اهداف مقابل هدف، بتتفوق بتدخل المربع. على الناحيه الثانيه نيجيريا بتكسب مكسب كلاسيكي قوي بهدف مقابل لا شيء. هنتكلم بالتفاصيل النهارده اكيد على مدار ساعه مع حضراتكم، على مدار ساعه ونص مع حضراتكم هنكون موجودين بنتابع كل اخبار الكان، والنهارده في مباراتين كمان مهمين جدا على مدار ساعه ونص، فقلنا افريقيا هنكون مع حضراتكم ان شاء الله ساعة ونص مع حضراتكم للحديث عن كل ما هو جديد داخل كان 2023، مباريات أمس ومباريات اليوم هنتابعها بالتفاصيل مع حضراتكم، وما وصل إليه اتحاد الكرة في ملف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مع واحد من نجوم تحليل اون تايم سبورتس اللي مشرفني ومنورني أحمد اليماني. يماني مساء الفل عليك. مساء الفل يا يحيى، مساء الفل عليك على السادة المشاهدين. الحمد لله كله بخير، يعني بيتجدد اللقاء كل يوم سبت. صح. أنا وأنت مع بعض. السبت الممتاز بتاعنا، السبت الأفريقي الممتاز بتاعنا. وعلى فكرة السبت الممتاز هو في ماتشات عادي النهارده. السبت الأفريقي الممتاز. يا ماني هبتدي معاك عن الملف الاهم بالنسبه لينا كلنا كمصريين قبل ما نروح لمباريات امس ومباريات اليوم في الكان، هو ملف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وبشوف دايما ان مهم جدا فكره الاستقرار على المدير الفني لبنايه مشروع. المفروض انت كنت بادئه كده، ولكن الاحوال بتتغير والمعطيات اتغيرت في كاس الامم الافريقيه مع روي فيتوريا، فعايزك الاول تقيم لروي فيتوريا لما هو سبق والاصلح لحال الكره المصريه، لان انت دلوقتي كمشجع مصري انا عايز الاصلح بالنسبه لي كمنتخب مصر، عايز منتخب مصر شكله كويس، عندك كاس امم افريقيا في المغرب جاي وعندك كاس عالم، فانا بالنسبه لي كمشجع مصري ما يفرقليش مين الاسم اللي موجود، يفرق لي شكل بالزبط منتخب مصر، فبتشوف ايه الاصلح دلوقتي؟ بص، يمكن انا امبارح اتضايقنا صراحه واحنا بنتفرج على ماتش الكونغو والديمقراطيه وغينيا. احنا طبعًا شفنا غينيا كانت، يعني كنت متوقع ان غينيا كان ممكن تبقى افضل من كده، لقيت غينيا مستواها سهل جدا، سجلت هدف، ويمكن حتى قبل الهدف الثاني للكونغو الديمقراطيه منتخب غينيا ضيع انفراد كامل بالمرمى، فكانوا يسجلوا الثاني والثاني والثالث. صحيح. شفت منتخب غينيا منتخب متواضع جدا، منتخب مستسلم جدا، فوزه على غينيا الاستوائيه كان محض الصدفه، وبالتالي كان وجوده في المكان ده اقصى امان للمنتخب الغيني. يعني هو من اول البطوله وهم يعني ماشيين فاهم كده، انا جاي معاكم كده، تحس كده هو منتخب انا جاي معاكم كده. بعد كده شفنا بقى امبارح ماتش الكونغو، حسينا ان مصر لو كانت قدرت تفوز على الكونغو وكان فوز في المتناول، كان مصر كانت وصلت سيمي فاينل جد. بس في نقطه ده وانت قاعد بتتفرج انت حزين على اللي انت مش موجود في ظل المستوى، تطورت ماشي وبتلعب كره حلوه على فكره، هو الماتش حلو ماشي، بس انت احسن بالظبط، هو الماتش حلو وانت بتتفرج شايف كره حلوه، بس ستيل شايف ان انت كنت احسن من الفرقه طبعا. بس دايما في كل حاجه يعني ممكن تبقى لعله خير. ليه لعله خير؟ لان يعني خلينا نقول جزء كبير مننا ممكن يكون فيهم انا كنت شويه مخدوع بفيتوريا. يعني ايه مخدوع بفيتوريا؟ تعال نشوف ابرز هايلايتس لفيتوريا كانت عجبانا. فوزنا على بلجيكا قبل كاس العالم والجزائر، بلجيكا خرجت دور اول صح في كاس العالم. عملنا ماتش حلو قدام الجزائر في ماتش ودي، وقلنا احنا زي الفل، الجزائر خرجت اخر مجموعه. فانت تلاقي ان حتى الفرق تونس اللي كسبتك خرجت اساسا من المجموعه، يعني تونس هي الخساره الوحيده لفيتوريا هي امام تونس خرجت، فهو 18 مباراه خسر ماتش، ومش خرجوا، خلي بالك يعني مش خرجوا خروج مثلا عملوا مباريات كبيره والحظ خبط معاهم، خروج متواضع كانوا يعني. وبالتالي احنا لما اللي احنا كنا شايفينه مع فيتوريا، لا احنا كنا بنلاعب منافسين متوسطين. فانت كنت منافس جيد امام منافس متوسط، وبالتالي خلق لك الاحساس ان فيتوريا مدير فني جيد لمنتخب مصر بدانا نشوف كوره. لما بدات تلاعب بقى الكبار بانت مشاكل، بان ان مفيش تجانس في الخطط اللي موجوده، بان مفيش فكر خططي موجود في الملعب، بان انت دفاعك ضعيف جدا من اضعف فرق البطوله على المستوى الدفاعي، بان انت هجوميا اغلب الاهداف اللي انت سجلتها هي ضغط في الثلث الاخير، وده مروح لعيبه مش حتى تعليمات مدير فني، ده روح لعيبه اللي اديتك ده طبعا، او ضربات جزاء او كور. الجون الوحيد الملعوب لمنتخب مصر
هو هدف مصر الثاني في كاب فيردي الملعوب، يعني الكرة الهدف الاولاني كورنر اترد يعني. اترد 1 2 حجازي وتريزيجيه جون صح. مش مدير فني ده اجتهادات لعيبه صح. محمد صلاح ضربه جزاء جون قدام غانا الاثنين بضغط على اخطاء منتخب غانا صح. لكن كاب فيردي الكره الوحيده اللي احنا بنينا كوره واتلعبت للتريزيجيه على الشمال لعبها لمصطفى محمد حطها في جون، ده الجون الوحيد او الهدف الوحيد الملعوب لروي فيتوريا في البطوله كلها. بطوله بقى قدام فرق او قدام منتخبات، يعني منتخب غانا قلنا تعادلنا مع منتخب غانا، فين غانا اصلا؟ يعني هي فين غانا اصلا؟ على الله خالص. طيب اتعادلت مع موزمبيق، موزمبيق رخمت على غانا بس في الاخر اتنين فرقتين مش تقال بيلعبوا وودعوا البطوله. فانت حتى كل النتائج اللي فيتوريا بيحققها كلها نتائج سواء انتصارات وهميه، ده على مستوى النتائج، انا بكلمك على نتائج ارقام صحيح، ما بتكلمش راي فني انت بتعمل على مستوى الارقام. على المستوى الفني انت ما تلاقيش اضافه او جمله موجوده، يعني تعال نروح وقت كيروش، كيروش كان الانتقادات بتتقال اصل كيروش مدرب دفاعي صح، اصل شكلنا هجوميا مش قوي، حلو ماشي موافقين، بس في كلمه بتتقال، في نهج باين صح، في شكل باين، في صفه انت بتنعت او بتوصف صح. بيها فنيا. طيب تقدر تقول لي قدام فيتوريا ايه الوصف الفني اللي تقدر تقوله؟ مش تلاقيش. حتى بقولك حتى هجوميا لو جيت بصيت الاهداف اللي مصر بتسجلها مش موجود اهداف، ملهاش جزء فني كلها فردية. على عكس كيروش لما كان موجود، وبص الفرق اللي كيروش لعبها وبص الفرق اللي كيروش لعبها ووصل معاها، انت كنت فور المغرب، وبص يعني بص كنت فور اللي كيروش لعبها مكمله وغالبا هتاخد البطوله جميل. طيب عندك المغرب خدت رابع عالم اللي انت تقدر صح. السنغال وصلت سيمي، وصلت معاك للكاس العالم ضربات جزاء ونهائي ضربات جزاء صح. الكاميرون غلبتها في ارضها وسط جمهورها مهما كان مستواهم، بس على ارضهم وسط جماهيرهم. طب ما وقتها كان الانتقادات بتقال ان الراجل مدرب دفاعي، وهنا بقى الخطا الاداري، يعني هنا الخطا الاداري اللي اتخذ مع كيروش. نقطه كيروش، انت كيروش طلع لك كام لعيب؟ انت لما تيجي تبص على فيتوريا طلع لك مين؟ محمود حماده اللي يذكر، يعني اللي فيتوريا محمود حماده وتمسكه محمد حمدي نقدر نقول، مع ان محمد حمدي معروف يعني، بس يعني هم دول الاسمين اللي يعني. طلع. لكن بص 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 كيروش، مرموش، مروان داوود، احمد ياسين، محمد عبد المنعم، خد وكان هو واخد امام عاشور المنتخب، وفي 8 9 لعيبه كيروش كيروش مطلعهم لمنتخب مصر، وحسين فيصل وقت الكاس العرب، ورفعت في اسامي كتيره كانت طبعا موجوده وقت كيروش كان موجود. فكيروش عنده نهج. بص يعني اوقات المدير الفني يعني هي لازم تتقال كده، المدير الفني الاجنبي اللي بيجي، في مدير فني بيكون عايز فعلا يعمل حاجه، في مدير فني جاي عشان ياخد فلوس، في مدير فني جاي عشان يعمل حاجه، في مدير فني بيجي عشان ياخد فلوس. حتى لو تلاحظ المفاوضات اللي ماشيه دلوقتي عشان يقدر يمشي الشرط الجزائي، طب انا لو مدير فني تقيل ولاقي اسمي وجيت بدرب المنتخب ولقيت الشكل كده دلوقتي انا مش عارف اعمل حاجه، ما انا همشي صح، مش هستنى ان حد يجي يقول لي تعالى واسوي ساومك على الفلوس، ساومك على كذا، ساومك على كذا، حقه بنتكلم في حقه، بس في الاخر انت بتيجي انت فين اسمك كمدير فني؟ وده جزء تاني ان فيتوريا لم يتولى تدريب منتخب طوال تاريخه صح، فده اول منتخب يدربه، فواضح ان هو برضو مش مواكب ده. واعتقد ان فيتوريا لو مشي من منتخب مصر هيرجع لانديه تاني، لان غالبا هو راجل فرهد من المنتخبات، مش حتته. فعلى فكره هي المنتخبات راحه، المنتخبات بالنسبه للمدير الفني بتبقى راحه برضو، ليه؟ انت بتبقى في الاخر فترات متباعده، ممكن تبقى قاعد اجازه وممكن 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 مش كل 3 4 ايام تسافر وبتاع، ولكن ده في الاخر ممكن يديك انسجام اكتر، وده اللي بان ان احنا في فتره مجمعه على حاجه. هل اللقاء منتخب مصر امام تونس ما كانش مؤشر بيقول ان فيتوريا عنده مشاكل، ان فيتوريا لا باين الحدوته بالخساره امام تونس بالشكل ده، ما كانش باين، ما كانش مؤشر ليك مباراه تونس؟ انا بالنسبه لي ما كانش مؤشر، زي ما قلت لك انا زي ما في ناس اتخدعت، في ناس كتير جدا فاهمه برضو اكيد كوره ممكن تتخدع في النتيجه او تتخدع، انت ممكن تقول نتيجه اللعبه ما كانتش في مستواه، منتخبنا كان فيه اخطاء فرديه، ارتكنوا ان خلاص هم يعني كانوا خلاص الماتش يعني يعتبر يعني مش حاجه جديه يعني عشان نقدر ان احنا نلعب ونادي ونوصل. فما اقدرش اقول في المقابل في حاجات تانية كانت كويس، زي ما قلت لك التعادل مع التعادل مع الجزائر، وكان مطرود منك هاني في المباراه دي من نص اخر الشوط الاولاني، فوز على بلجيكا، وكان بلجيكا بقى وقتها متصدر دلوقتي التصنيف العالمي ولا تاني تصنيف العالمي، ومنتخب تقيل في الاخر، المنتخب انت بتشوف بعد كده، بس انت عشان ما تاخدش بالك يعني انت بتكسب تاخدش بالك المنتخب ده عمل ايه بعد كده، انت بتبقى موهوم بالنتيجه اللحظيه. لكن هو المشاكل الفنيه بدات تبان مع اول تجمع رسمي لمنتخب مصر ومع اول تواجد رسمي للمنتخب، المشاكل دي زي ما قلت لك فنيه، وحتى المدير الفني ده برضو اداري في الملعب، يعني بياخد قرارات في الملعب
صح. الحاجات الموجوده كلها كانت للعيبه نفسها. هي دي نقطه مهمه جدا يا مان تتكلم فيها، وهي شخصيه المدير الفني. الشخصيه مش موجوده عند ريال فيتوريا، وده كان باين حتى التواجد ليه على الخط وهو بيتكلم وهو بيقول، هو ما عندوش الشخصيه والكاريزما بتاعت مدير فني المنتخب، دي مش موجوده عنده. بالظبط. نقطه مهمه جدا. فاكر انا طلع لي الميموريز، انت عارف انت الفيسبوك بيطلع لك الميموريز الموجوده، طلع لي ميموري مثلا النهارده ايه لقطه لما كيروش كان مع ماتش الكاميرون، وما نزل على ركبته وقعد يشاور للسماء قدام بكاري جسامه في ماتش الكاميرون. حلو. تشوف كيروش، انا محب كيروش اجمالا يعني، بس تشوف كيروش عنده شخصيه، عنده فكر، تحترم اللي عنده فكر وتحترم اللي عنده شخصيه. طبعًا. حتى لو هتختلف في بعض الحاجات الفنيه عادي، بس عنده فكر وعنده عنده طريق، انا عايز اوصل لغايه الطريق في الوش ده. هتوصل ازاي؟ انت تيجي تقول لي انا هركب قطر، انا هركب عربيه، بس انا عايز اوصل هنا. صح. هتيجي تقول لي انت ركبت عربيه، على فكره يا مان العربيه بطيئه، تعالى نركب القطر. طب انت بتيجي فيتوريا راكب ايه؟ انت ما تقدرش تقول اصلا راكب ايه. صح. مش هتقدر توصف ده. فعشان كده كيروش كان عنده الميزه دي. كيروش ومدير فني مدرب انديه ودرب منتخبات وعنده فكر وجاي يطبق حاجه، حتى لو بعد كده ممكن ما نقدرش نقول نجح نجاح تام، درب ايران وصل لجزء معين ما تقدرش تقدر. مع الناس اللي المؤيده لعوده كيروش مره ثانيه للقياده الفنيه منتخب مصر، انا ما اعتقدش هو اصلا هيرجع مع اداره الاتحاد الحاليه، هو كان عنده خلافات معاهم ما اعتقدش. بس انا لو هختار ما بين اختيارات محدوده يعني ميكالي مثلا او كيروش، انا ممكن ابقى اقرب لكيروش، لان كيروش عارف اللعيبه دي وكان طبعا. وكان بيقدم حاجه. وبعدين اقول لك برده نقطه مهمه جدا، انت في الاخر كولر مثلا مدير فني للاهلي مع كاس عالم الانديه، لما لعب قدام كاس عالم الانديه قدام اي انديه، قدام اتحاد جده مثلا او قدام ريال مدريد او قدام اي فريق من الفرق، شفت الاهلي له شكل طبعا، على الرغم ان الاهلي في ماتشات كان بيدافع صح، بس عارف يهاجم ازاي. فانا مش شرط اهاجم هو الكوره مفتوحه، لا انا يعني اتحاد جده والاهلي كعناصر مين اقوى؟ اكيد اتحاد جده. اتحاد جده طبعا. شوف الاهلي، شوف الاهلي ادى 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 ازاي، والاهلي ازاي الناس كانت بتشوف الاهلي بيوصل والاهلي كذا، لدرجه ان في ناس من جمهور الاهلي كانت بتنتقد كولر، يا عم عايزين نوصل عايزين نلعب. صح. قدام ريال مدريد انت صوت قدام مدريد بتسع فرص، قدام ريال مدريد لما لعب قدام ريال مدريد بتسع فرص. ففي حاجات كتير كانت بتبقى موجوده عند المدير الفني، ان هو يبقى عنده فكر امتى العب ورا وادافع، وامتى اهاجم والعب كاونتر اتاك، امتى امسك كوره، امتى كل ده عند فيتوريا انا ما كنتش شايفه. انت كنت تحس ان اللعيبه هي اللي بتخلق الشكل، اللعيبه فايقه وبتضغط، يلا يا رجاله نضغط ونجز ونضغط، نضغط الكوره نعمل شكلنا بان قدام غانا لما جزينا وقطعنا قوه. صح. لكن مش عشان ما شفتش جمله بانت، الا هو جمله وحيده اللي كانت بتحضر الكوره في النص، ومحمد حمدي يروح ناحيه الشمال. دي الجمله الوحيده اللي شفتها فيتوريا في البطوله كلها، اي حاجه انا ما شفتهاش. طب هل ده ينبئ هتصعد كاس عالم؟ مجموعات يعني مش محتاجه، انا لو رحت تدربت هصعد كاس عالم. هي مش فكره تدرب تصعد بالمجموعات دي كاس عالم، ده الفكره انت هتعمل ايه في كاس العالم. هل اللي انت شفته في كاس الامم في النسخه دي ينبئ لك بكاس عالم جيد؟ حتى لو انا كفيتوريا مش متفق على كاس الامم، اكيد لا، قولا واحدا اكيد لا طبعا. فانا كفيتوريا المفروض انا عندي، انا مدير فني عايز اخلق طموح وكارير لنفسي، انا لو شفت ان انا مش قادر خلاص انا لازم امشي طبعا. بس هو كعقد بقى وتمسك والقصه دي بتاعت المدير الفني الاجنبي، دايما هو شايف ان ده الراجل ده حقه وان ده عقده وان ده شرط جزائي. وهنا لما تيجي تتكلم على اتحاد الكره، لان انت لازم تحط مخرج في حاجات او في نقط معينه، عشان في حاله الاخفاق او في حاله الشكل اللي ظهر بيه منتخب مصر يبقى عندك مخرج ليك، ما ينفعش يبقى هو محجمك بالشكل ده. اقول لك حاجه في العقد، في حال لما تيجي مثلا، تعالى نتخيل كده ان احنا قلنا انت ايه هتدرب المنتخب ل 2026، يعني النهارده هو 24 قدامك سنتين. انا هقول لك ايه هدفك الاولاني، هو كاس العالم. هدفك الاولاني كاس العالم، لازم تعلن ده. طب لازم تعلن ده، يعني تقول ان ايه يا جماعه هيدرب منتخب مصر وهدفه التاهل واداء في كاس العالم. كاس الامم هي تجربه، زي ما مثلا جواري في كاس امم 90، وقت كاس 90 لعب المنتخب الاولمبي مثلا عشان بنتجهز لكاس العالم، وخسروا ماتشات وخرجوا عادي، ما هو منتخب بنجرب. فانت لو جيت قلت لي يا جماعه كاس العرب زي كيروش، كاس العرب هي تحضير، صح، كاس الامم هي تحضير، وهدفي كيروش على فكره في كاس الامم لما الناس سالوه في المؤتمر قال لهم على فكره ما تفتش على كاس الامم اصلا. صح. وصل فاينل. قال لهم انا جاي عشان كاس العالم. صح. وصل فاينل، والراجل وصل فاينل هنا، ووصل كاس عالم بضربات جزاء وخلاص، هو الاتفاق كان كده. لكن في الاخر لما وصل كاس الامم، وصل فاينل ما جاش قال لك ايه انا هاخد كاس الامم، لا هو قال لك انا كده. فكيروش كان العقد شريعه المتعاقدين، انت جهات يحيى قول له هتدرب منتخب في 26 بس ما تسالنيش عن كاس الامم،
وقول الرأي العام انا مش بجهز طبعا لازم تصرح الناس بقى. انا هجيب جيل جديد، انا هعمل معدل اعمار، انا هعمل معدل اعمار منتخب مصر اكبر منتخب في البطوله، صح، لعيبه منتخب مصر دي في كاس العالم اللي جايه كلها تبقى 34 كله بقى صلاح تريزيجيه لعيبه كتير جدا، مصطفى محمد ولا لعيبه كتير كتير فين جدا. فين انت الجيل التاني؟ انت لو استبعدت مين موجودين تحت؟ مين موجودين تحت؟ فهو مفيش. حتى ما فيش ما كانش فيه فكر لده، فانت لازم تقول والله يا يحيى هتدرب المنتخب، تعالى يحيى امسك منتخب مصر، درب منتخب مصر، انت مش مسؤول عن كاس الامم، انت مش مسؤول عن كذا، اعمل لي معدل اعمار كذا، ضم لي كل معسكر لاعب شاب يخش. ابراهيم صح. عادل مثلا كان بيدخل في وقت مثلا كروش كان بيبدا يبان، لعيبه شباب. مين اصغر حد عندك موجود في المنتخب لو جيت فكرت فيه؟ هتقدر تقعد تفكر اصلا يعني. انت لو جيت فكرت امام عاشور، لا اسامي اللي هي تعتبر خلاص هي يعني خلاص يعني ما فيش اسم شاب موجود في المنتخب. شوف بقى المنتخبات زي منتخب غانا او المنتخب التانية اللي موجوده، بغير الدم وبقى عامل توقعات معينه موجوده وبعدي وبكمل عندي نهج، زي منتخب المانيا مثلا في وقت معين بيحط بلان معينه. انا 8 سنين هو فيتوري على فكره لما جيم اعلن قال لك ده مشروع على 2026 بس فين ايه بقى؟ ايه في النص؟ ما انا ما تخلينيش اخش كاس امم ما اديش واخش مثلا كاس امم اللي بعدها وما صعدش اصلا، صح، وتقول لي انا اصلا انا يلا كاس العالم هو ده هدفنا. طيب بلاش ده، جهاز المعاون فين؟ حد من جهاز المعاون اللي موجود كان موجود في جهاز المعاون القديم؟ ولا الهوا ولا واحد طبعا، يمكن محمود سليم بس محل الاداء. كان معاك اسامي، كان معاك كابتن ضياء وكابتن شوقي وحضري فين 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 موجودين؟ وكابتن وائل جمعه، كان في اربع اسامي المفروض حد من موجودين. دول واحد او اتنين يكون موجود عشان يكمل الحق، يكمل بعد كده. فانت كان انت بتيجي مشروع، يبقى فعلا مشروع، وريني مشروع، هات لي ورقه كده وريني المشروع ده، خطه العمل بتاعتي كل 3 شهور، كل ربع سنوي هاجي اقول لك، او كل نص سنه هاجي اقول لك اهدافي وصلت لكذا، وصلت لكذا، عملت كذا، اخفقت في كذا، المفروض اعمل. قول ده مش كلها نتائج بس، زي ما قلت لك شباب انديه تطلع من انديه مختلفه. مش عارف ايه اللي منعنا نعمل كده يعني، دايما يعني على طول بقعد بتكلم وبسمع وكل الناس متفقه على حاجه واحده، بس الحاجه دي ما يعني مش عارف مين يعني مين الوحيد اللي المسؤول هو اتحاد الكره اللي هو كده. مش بينفذ الحاجه اللي كل الناس شايفاها الا هو، فدي احنا كده يبقى احنا واصلين لمشكله كبيره جدا. انت ما عندكش مدير فني مثلا لاتحاد الكوره، ما عندكش كل اللي بقوله لك ده، ما فيش جهه معينه ليها خطه. وعلى فكره الراي العام في مصر يعرف انت دايما يقول لك ايه، عرفني وانا معاك. انت عرفني هنعمل ايه وانا معاك. انت الراي العام لو جيت قلت انا هدفي كذا، انا على فكره حتى على مستوى الانديه برضو عندنا جاب فيها يعني، مثلا الاهلي بيخش وعايز ياخد كاس وكاس سوبر ودوري في وقت معين، وحتى موسيماني مثلا في وقت من الاوقات قال انا مرهق الدنيا مش قادر. فانت ممكن في وقت معين زي ايام جوزيه زمان مثلا تيجي تقول ايه، انا الكاس هلعب بالناشئين، هلعب بالشباب، تعلن مثلا. فهي منظومه كامله او اداره كامله، ان انت في الاخر لازم تبقى مصارح الراي العام الكروي وتحط خطه، الخطه دي يبقى ليها شخص يتحاسب عليها جوه الاتحاد كمدير فني للاتحاد، وتبدا تحاسب عليها الناس اللي موجوده. انا على فكره كل ده بنتكلم على منتخب اول بس، ما جيناش لاي منتخب تاني زي مثلا منتخب الناشئين اللي كانت بطوله بتنظم في مصر خرج من المجموعات، كارثه. وبعدين البطولات الصغيره دي انت الجيل ده كده الجيل بينتهي، انت بتموت يعني الجيل خالص بقى. الجيل ما بيكملش بقى ويلعب في حاجه تانية طبعا. فانت وتاني احنا كل ده حاطينه جانبا، انا كل ده بنتكلم عن فيتوريا فقط لا غير، صح، اللي هو كمدير فني اللي هو انت تقدر من الاول وانت بتتفق معاه ادي بنود الاتفاق، لو اخليت بواحد اتنين تلاته اربعه انت مش معايا هتمشي، معدل اعمار تنزل لي بيه، صح، تبدا تعمل لي اديني مدير فني للاتحاد تشاور معاه، اعمل لي قوانين، والله الاجانب اللي في الدوري بدل ما يبقوا 5 يبقوا 3، بدل ما يبقوا 5 يبقوا 7، هتعمل لي معدل اعمار ان كل فرقه في الدوري يبقى فيها مثلا 7 شباب ناشئين، عشان يبقى عندك خطه للي قدام، عندك خطه لقدام، عندك خطه تيجي تقول تبني بيها لقدام. لكن طول ما ده مش موجود يحيى، طول ما انت هتفضل نيجي قاعدين على نفس الكرسي مع خروج برضو منتخب بعد كده وشيلوا زي ما يقول لك شيلوا أرضه ايه جابوا شاهين، انت تشيل كيروش هات فيتوريا، طب ما بعد فيتوريا، طب ما كيروش رجع تاني، ما بعد كيروش تاني، ما بعد اجري. وفكره الاستقرار او عدم الاستقرار ده مضر جدا برضو، ان انت دلوقتي انت كل مدير فني جاي عنده قناعات بناس معينه بشكل بطريقه لعب بكل حاجه مختلفه عن اللي قبليه، فهي عدم استقرار بالنسبه للعيبه اللي موجوده، الا بقى لو جاي تغير كل حاجه بقى. دي نقطه حتى انت كمان حد كده نقطه فنيه بحته كمان، ان حتى المستوى الفني انتوا يا جماعه احنا هننزل تحت الكره ونلعب هجمات مرتده وقت كوبر، لا لا الكره دي مش عجبانه نلعب باص لصلاح بس، لا مش حلو، غير كوبر، طيب كان شكلها وحش في كاس العالم غيرنا كوبر، جبنا اجري، جبنا مثلا خرجنا من دور اول كاس امم، لا لا طب نغير خلينا نجيب مدير فني محلي، جبنا مدير فني محلي،
كان مش بيقدم كوره حلوه لكن على مستوى نتائج كويس. كابتن حسام البدري لا انا سالت نغير، غيرنا كابتن حسام جبنا كابتن ايهاب جلال، ماتشين غلبنا من كوريا لا الدنيا مش لا نرجع للاجنبي تاني. هو بالمناسبه المدير الفني الاجنبي هو الانسب يعني لمنتخب مصر، فجبنا مدير فني اجنبي. طيب فين فين يعني هو تغيير اسماء فقط لا غير. على فكره هو مش الاتحاد ده بس، ما هو الاتحاد ده كان في اتحاد برضه قبليه، فهو مش احنا مش برضه هي انت ان انت لازم تحط خطه تبدا صح. تشتغل عليها طبعا زي ما الدول بتحط، كل الدول دلوقتي حاطه خطه 2030 صح، فانت حط لي خطه رياضيه ل 2030 ونمشي عليها، نقول هنجيب مدير فني اجنبي ونجيب مدير فني صغير حد صغير معاه يكمل معاه. وممكن تشتغل على فكره على مدير فني وطني بس اشتغل عليه يعني قبل ما تديه لمنتخب مصر عشان ما تجيبوش بس من الدار للنار. هتعمل اشتغل ايه؟ عليه بقى. انت بقول لك حاجه، مين مدير فني تقدر تقول دلوقتي مين واحد وطني الانسب تدريجيا يمسك منتخب مصر؟ لا مش انا اللي اقول يعني، هو في اسامي لو هتيجي تبص الاسامي المطروحه كابتن علي ماهر تمام حسام حسن جميل. الاسامي اللي بتتقال طيب يعني. كابتن علي ماهر كابتن علي ماهر ما مسكش منتخب قبل كده ولا مره صحيح، كابتن حسام حسن ما مسكش منتخب قبل كده ولا مره. طيب هل حد فيهم مسك مساعد منتخب الاردن مسك اعتقد كابتن حسام مسك منتخب انا قصدي منتخب حد فيهم مسك مساعد لمنتخب مصر فتره يبقى موجود كترانزيشن؟ مين الوحيد اللي كان كده اللي كان ممكن تبني عليه؟ كابتن شوقي محمد شوقي وقعد فتره قصيره اشتغل. طيب ما تقدرش تجيبه دلوقتي اشتغل عليه. انا بقول لك شهاد محمد شوقي دلوقتي صح صح. اشتغل بقى على محمد شوقي، حط له بلان محترم هو يشتغل عليه وانت اشتغل عليه عشان في وقت ما انت هتحتاج الراجل ده صح. انت مسكت جزء في الاولمبي، مسكت جزء في الاول، غيرت كيروش، هاته مع فيتوريا يقعد مع فيتوريا الدنيا مش هتظبط، خد يا شوقي ابدا خد الثقه بعد مثلا 3 4 5 سنين. على فكره كل المنتخبات الافريقيه والاجنبيه بيجيبوا ايه دايما اسيستنت او يعين حد مدير فني للاتحاد فوتبول دايركتور فتره طبعا. يقعد 4 5 سنين وبعد كده ياخد الفوتبول دايركتور ده يقوم خلاص هو عارف الدنيا. يعني مثلا اختيار فنجاده اللي كان موجود يعني انت لما تيجي تبص لمحمد شوقي كام سنه، يعني لما تيجي تبص له محمد شوقي كام سنه، 40 سنه حاجه 40 سنه، هتدي له بقى امتى بقى لما يبقى انت لو انت لو اديته بقى 6 سنين اللي فاتت دول متصلين مع منتخبات متتاليه تقدر تحطه وتقدر تحطه وانت متاكد وواثق فيه. لكن انت دلوقتي لما تيجي تتكلم حتى لما تيجي تطرح اسم كابتن محمد شوقي هتيجي تقول مفيش استمراريه طويله ومفيش وقت طويل قدر انه كان يبقى موجود عشان يبقى يتولى الاداره الفنيه للمنتخب، فساعتها هتقول مدير فني اجنبي. بس ساعتها واحد لما نيجي نجيب مدير فني اجنبي نتمنى يكون له خطه، نتمنى يكون الخطه دي مكتوبه وواضحه ومعلنه ما فيهاش عيب. لما تيجي تقول انا اهدافي 1 2 3 4 5 زي اغلب المنتخبات الكبيره لما يجيب حد سيسي مثلا قالوا السيف السنغال يقعد ما عملش حاجه فتره كبيره وبعد كده الراجل ادى وموجود صح. خرج خرج بس ستيل الراجل عمل كان لاعب مسك مساعد مسك واتدرج لغايه لما مسك يعني. بس هو الوحيد على فكره كابتن محمد شوقي جيل حسن شحاته هو الشخص الوحيد اللي سلك المسلك التدريبي من جيل صح. حسن شحاته صح، وهو الوحيد اللي عمل اللي خد الخبرات الميدانيه اللي في الملعب لكابتن حسن شحاته، وهو اللي عاصر اجيال مصر الذهبيه. وانا عليه. بشوف ان كابتن محمد شوقي هو اللي ممكن تشتغل عليه كمشروع صح. كمدير فني منتخب مصر عنده 45 سنه دلوقتي، انت هتشتغل عليه امتى بقى؟ لما ما هو انت ما اشتغلتش دلوقتي اذا يعني خلاص يبقى انت مش شايف حد من الناس اللي موجوده صح. من الاخر يعني صح ومتفق تمام. طيب امبارح مباراتين، نيجيريا بتصعد، الكونغو بتصعد على حساب غينيا، نيجيريا برضو صعدت امبارح على حساب انجولا. هنتكلم على المباراتين بالتفصيل ولكن بعد الفاصل نواصل. استكمالا لمباراة دور الثمانية 23 النهارده، مالي على موعد مع كوت ديفوار وكاب فيردي على موعد مع جنوب افريقيا، مباراتين هامتين النهارده. بالامس خلاص اتحددت مين المنتخبين اللي صعدوا امبارح، نيجيريا وكونغو. هنتابع تفاصيل اكتر عن دور الثمانية في التقرير التالي. تختتم منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم بمباراتين، حيث يلتقي في 7 مساء منتخب كوت ديفوار مع منتخب مالي، وفي 10 يصطدم منتخب كاب فيردي بمنتخب جنوب أفريقيا. البداية مع لقاء كوت ديفوار ومالي، فصاحب الأرض يتسلح بالجماهير والتاريخ للتأهل للدور نصف النهائي ومواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل.
رغم البداية السلبية التي كان بها قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة بعدما حقق انتصارا وحيدا في دور المجموعات، الأمر الذي أدى لإقالة المدير الفني الفرنسي جيان لويس جاسكي، لكن القدر منحه قبلة الحياة بتأهله كواحد من أفضل منتخبات المركز الثالث ليعود للبطولة بكبرى المفاجآت بعد إقصاء السنغال حامل اللقب والمرشح الأبرز للفوز بالنسخة الحالية بفضل ركلة الترجيح مع المدرب المؤقت أمير سفاي الذي أعاد الروح للأفيال. في المقابل يبحث المنتخب المالي مواصلة كتابة التاريخ وعبور ربع النهائي بعدما سبق وتخطى 5 مرات سابقة، ويأمل في إقصاء صاحب الأرض اليوم رغم أن تاريخ المواجهات بينهما في كأس الأمم في صالح الأفيال ب4 انتصارات وتعادل وحيد في نسخة 2015 والتي شهدت تتويج كوت ديفوار بآخر ألقابهم الأفريقية. وفي اللقاء الثاني يخشى منتخب جنوب أفريقيا مفاجآت كاب فيردي البافانا بافانا المنتشي بالفوز على المغرب في الدور ثمن النهائي، يأمل في مواصلة المشوار بنجاح والتواجد في نصف النهائي بعد غياب نحو ربع قرن ومواجهة نيجيريا التي أطاحت بأحلام أنغولا. ويعتمد مدربه البلجيكي هوغو بروس بطل نسخة 2017 مع الكاميرون على تشكيلة أساسية تضم 8 لاعبين من سان داونز بجانب المتألق بيرسي تاو أفضل لاعب داخل القارة. في المقابل يبحث منتخب كاب فيردي عن التواجد للمرة الأولى في تاريخه في المربع الذهبي ليسجل إعجازا في النسخة الحالية بعد تأهله كأول مجموعته ب7 نقاط وتخطي موريتانيا في الدور ثمن النهائي. وسبق وأن التقى المنتخبان في كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة كانت في افتتاح نسخة 2013 بجنوب أفريقيا وحسم التعادل السلبي وقتها نتيجة المباراة. النهاردة لقاءين مهمين جدا زي ما قلت لحضراتكم، خلينا استعرض مع حضراتكم نتائج مباراة الأمس ومواعيد لقاءات اليوم. امبارح كانت البداية 7 مساء نيجيريا مع أنغولا، تفوقت نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في مباراة كلاسيكية جدا زي ما بيقولوا. الساعة 10 مساء الكونغو الديمقراطية بتتفوق ب3 أهداف في مباراة الحقيقة مهمة جدا جدا للمنتخب الكونغولي، والشكل والأداء اللي ظهر بيه أمام غينيا مع الضعف مستوى غينيا اللي هنتكلم عليه أكيد بالتفصيل. مباريات النهاردة إن شاء الله 2 في 7 مساء مالي على موعد مع كوت ديفوار صاحب الأرض، وفي 10 مساء كاب فيردي أو الرأس الأخضر مع جنوب إفريقيا في 10 مساء. دول لقاءات النهاردة. ماني لو هكلمك قبل ما أتكلم على مباراة أمس نيجيريا وأنغولا والكونغو وغينيا، ولكن الثمن منتخبات اللي تواجدوا في دور الثمانية وهم ليهم طرق مختلفة تماما، كل منتخب ليه شكل وليه طريقة لعب مختلفة. فرأيك في الثمن فرق الأول بعد كده نتكلم على المباراتين بالأمس. بص، يمكن أول مرة أو أول نسخة أنا أشوف أي بطولة مجمعة إن دور الثمانية في البطولة دي يكون 8 فرق مختلفة عن 8 فرق اللي كانوا البطولة اللي فاتت. يعني أنت لو جيت بصيت البطولة اللي فاتت، الفرق اللي كانت موجودة في دور الثمانية السنغال زي ما احنا شايفين كده اللي على الشمال دي 21 ماشي. السنغال وغينيا الاستوائيه ومصر صح. والمغرب بوركينا وتونس وجامبيا والكاميرون، الثمان فرق دول كلهم خرجوا ولا الهوا، بقى في 8 جداد هل. نيجيريا وانغولا والكونغو الديمقراطيه وغينيا ومالي وجنوب وساحل اجر كوت ديفوار كاب فيردي وجنوب افريقيا صح. منهم على الاقل 3 فرق انت ما كنتش متوقع يوصلوا او 4 فرق ما يوصلوا الدور ده. يعني 4 من الـ8 كانوا مفاجاه، يعني انغولا تعتبر مفاجاه، غينيا والكونغو الديمقراطيه وكاب فيردي، الاربع فرق يعني مالي اقول لك تمشي، الاربع فرق دول مفاجاه ان هم يبقوا موجودين. فده يوريك ان انت قدام نسخه استثنائيه. ده على مستوى الاسماء. في حاجه بقى عاملها موقع ذا اناليست اوبتا اناليسيس جميله جدا، بيقيس لك حاجه اسمها الدايركت فوتبول، يعني ايه الكره السريعه الكره المباشره. يعني مثلا السيتي او مانشستر سيتي جوارديولا طريقته ايه؟ هات الكره وباصي وحرك واعمل وبتاع وبعد كده سجل اجوان صح. قالك لا، البطوله دي لقوا حاجه فيها ممتازه جدا، لقوا ايه؟ لقوا ان اغلب الفرق اللي موجوده دي، ده رسم بياني بيقارن ما بين الجزء اللي على الشمال السرعه في الدايركت سبيد، السرعه في الريتم بتاعك، والجزء اللي تحت عدد التمريرات. فكل ما انت تكون في المربع فوق بتكون تلعب كره مباشره، يعني هجمات مرتده من الاخر. يعني منتخب موريتانيا مثلا اكتر منتخب بيلعب هجمات مرتده، ورا ناميبيا، ورا مين بقى؟ نيجيريا مثلا تمام.
تمام، نيجيريا وانجولا تمام وغينيا، الثلاث فرق من الثمانيه بيلعبوا هجمات مرتده، وفي فرق بتلعب في الوسط زي كونغو الديمقراطيه وجنوب افريقيا. ماشي. مالي بتلعب استحواذ ما بتلعبش هجمات مرتده، وكاب فيردي بتلعب برضو اداء متوسط. يعني صح. انت بيقول لك ان في ثلاث فرق من الموجودين بيلعبوا هجمات مرتده وكره مباشره. فمثلا لما تيجي تبص بقى انت على الاسامي اللي موجوده دي، فده بيقول لك ايه، يثبت لك ايه، ان الاستحواذ يعني مالي من اكتر فرق استحواذ في البطوله. هل. عشان كده هي موجوده في الجزء اللي على اليمين تحت، لكن مش من اكتر الفرق اللي بتهاجم وبتوصل لقدام. على عكس مثلا فريق زي موريتانيا او نيجيريا او انجولا او غينيا من الفرق اللي هي باللون البنفسجي اللي هم الثمان فرق، يعني اللون الاحمر فرق كلها اللي في البطوله. منتخب مصر مثلا هتلاقيه ناحيه اليمين بيلعب على الاستحواذ اكتر بالمناسبه. وبالتالي عشان برضو تبقى الفكره واصله، ان في فرق كتير بتلعب دلوقتي هجمات مرتده وبتوصل بالهجمات المرتده وبتوصل، فما بقاش فكره ان انت، وده لينك اللي كنت بقول لك في الاول، انا عايز كره حلوه. صح. انا عايز امسك كوره، انا عايز انا اللي اتحكم في رتم اللعب. انا عايز انت قلت جمله حلوه قوي في المقدمه دي، ممكن تخلينا حتى نخش في ماتش نيجيريا على طول. قلت نيجيريا باداء استهلاكي جدا، اداء تجاري قوي. انا نازل الملعب يا معلم، انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب جول، عايز اطلع وخلاص، عايز اتاهل لي بقى، انا عايز اتاهل العب. إيه مش مهم عليه. مش مهم اعمل ايه. صح. وبالتالي لعبوا مباراه ممتازه جدا وعلى مستوى قدام انجولا، سيطروا على اللعب. صح. انجولا يمكن ضاعت كره في العارضه، هي الكره اخطر كره اليوم. سجلوا نيجيريا، سجلت هدف اتلغى فار لفيكتور اوسايمين، واحنا ممكن هنتكلم برضو عليه. فانت في الاخر انت لعبت بنفس التشكيل بتاعك. بيسيرو في كلام ان هو بعد البطوله مش هيكمل مع نيجيريا، الراجل معلوش ضغوط، ومع ذلك بيقدم انه حاول يقدم حاجه. هل هيتغير قدام ان هو ممكن يكملوا معاه ولا؟ دي قصه تانية. فكان بيلعب باداء هادي، ما بتلاقيش منتخب نيجيريا بيلعب كره ممتعه ولكن. صح. بيحقق المطلوب. امبارح هجمه مرتده في اخر الشوط الاولاني اتلعبت من ناحيه الشمال. سيمون عدى من ناحيه الشمال، فيكتور اوسايمين دخل لجوه سحب معاه اتنين، فضل مساحه لوكمان اللي جايه من ورا حطها في سقف الجون. صح. تمام. بعدها بداوا يمسكوا لعب، سجلوا جون اتلغى زي ما قلت لك، اتلغى بداع الفار، لكن في الاخر قدموا اداء بس يعني لعبهم مش ممتع. يعني نيجيريا، انا كنت في فتره من الفترات او سنه من السنين لما كنت بتفرج على نيجيريا، نيجيريا بتلعب كره ممتعه، بتتفرج انت مبسوط. دلوقتي انا بالنسبه لي هو زي ما انت قلت، لعب تجاري جدا، نازل اخد ثلاث نقط ونازل بلعب في دور مجموعات بجمع نقط وعايز اطلع امشي واحده واحده لحد. صح. ما تسرسب كده للنهائي. صح. نيجيريا كان ليها عندها جيل ممتع زمان، بس تعالى اقول لك حاجه، انا مش هروح بعيد. منتخب مصر منتخب مصر جيل 6 8 10 كان ممتع ولا مش ممتع؟ ممتع اكتر. طبعًا. جيل ممتع شفناه في حياتنا لمنتخب مصر والبرازيل وايطاليا. صح. طيب وصل كاس عالم؟ ما وصلش كاس عالم. صح. وصلت كاس عالم باداء ايه؟ نفس الاداء اللي انت بتتكلم عليه. كوبر اللي هو بيلعب دفاعي. صح. فانا منتخب نيجيريا بعيد بقاله فتره وعايز اعمل حاجه. انا ما يهمنيش العب كره حلوه، انا يهمني ان انا عايز اكسب البطوله. صح. وعايز اوصل. صح. طبعا كل ما الكره حلوه بتكون افضل، كانت تيجي تخيرني ما بين كره حلوه وبين تطلع من الدور الاول. صح. في منتخبات تانية بتلعب كره حلوه وواصله، ده اكيد، بس ستيل ان انا بلعب اسامي كبيره، بلعب اداء معين. بيسيرو مش مدربين اصلا دايما كرتهم بتكون حلوه وكرته مباشره. عشان كده هو التقرير اللي كنت عرضت لك عليه الجزء الاولاني بيقول لك ان دايركت فوتبول وينز، او الكره المباشره تكسب. صح. لان الناس دايما يقول لك ايه، عايزين بقى التيكي تاكا والشغل مفيش. لا بقى. في افريقيا الكره المباشره اللي بتكسب. صح. الجزء الباصي ويلعب البطوله اللي فاتت نيجيريا لعبت قدام تونس ماتش عظيم. صح. في الاخر تونس يوسف المساكني حط جون في الدقيقه 85 خرجوا من البطوله. فبالتالي هي مقدمه مباراه جيده. منتخب انجولا ده اقصى حاجه كان ممكن يقدر يوصل لها. منتخب انجولا معاك جدا، منتخب انجولا اجتهد كتير جدا عشان يوصل تصدر المجموعه. منتخب انجولا تصنيف رابع زي ما كنا اتكلمنا كتير قبل كده، وصل للبطوله او وصل قدام نيجيريا في ربع النهائي. وفي الاخر منتخب نيجيريا وخلاص. التاريخ بقى يبدا يكسب الاسماء اللي بتكسب، يتبقى بس نتكلم. اصلا بيصنف هو نجم النيجيري يعني، او نجم البطوله في نيجيريا؟ لا، اوسمن عليه هجوم. حتى ايمن مصطفى بيهاجمه. لما يوصل اوسمن لايمن مصطفى. ايمن مصطفى امبارح كان طلع في التقرير فبيقول لك ان يعني الناس في السوشيال ميديا في نيجيريا او الصحفيين اللي موجودين بيهاجموا اوسمن، لان هو مش على دي ارقام فيكتور اوسمن قبل ماتش امبارح. يعني حتى امبارح هو ما سجلش يعني. صحيح. فهو مسجل جول، المفروض الاكس جي بتاعه الاكسبكتد جولز بتاعته 2.8، عامل 15 محاوله. 15 محاوله مسجل منها واحده بس، يعني واحد على 15. تمام. الشوطه الواحده بتاعته نسبه انه يسجل 20%، يعني حتى دقه التسديد بتاعته بالشوط بتاعته ما بتبقاش عاليه. وده شكل المحاولات بتاعته، كل ما الدايره تكون اصغر كل ما يكون الدقه اعلى، تكون دقه يعني انها تدخل اقل. كل ما الدايره بتكبر المفروض يسجل. هو ماشي معاهم في لعبهم التجاري على فكره يعني. أيوة. بس هو لوكمان مثلا، لوكمان مقدم بطوله كويسه. لا لوكمان عمل ماتش كبير امبارح الحقيقه، وهو البطوله كلها ماشي 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 كويس جدا معاهم.
ايكونج في المدافع ماشي كويس جدا معاهم، اين اللي بيلعب ناحيه اليمين ماشي جدا معاهم، كل دول مقدمين اداء كويس جدا. لكن اوسمن زي ما هو، بص احنا في مصر كانت غلط كانت على مين؟ على صلاح. انت جاي انا مستني منك وريني. اوسمن مش بيقدم اللي بيقدمه في نابولي، مش بيقدم كره كويسه طبعا. مش بيقدم اداء كويس. بيحاول، وزي ما قلت لك بكره اكتر واحد وقع اوفسايد في البطوله، بس مش بيسجل. بس لغايه امتى مش هتسجل؟ انت مسجل لي هدف واحد واحنا خلاص واصلين سيمي فاينال. صح. طب امتى هتسجل؟ ممكن تختم البطوله بنفس الهدف. طيب خلينا نروح نشوف لقاءات مع لاعبي المنتخبين سواء نيجيريا وانجولا بعد لقاء الامس وصعود نيجيريا، ونرجع لحضراتكم تاني. كوتش تهنينا على هذا الفوز، هذه المرة 16 التي يصل فيها الفريق النيجيري إلى الدور قبل النهائي، ما هو شعورك؟ أنا سعيد جدا، سعيد للشعب النيجيري واللاعبين سعداء، واللاعبون يستحقون هذا الفوز ونستحق هذا النصر، ولكن الأمر لم ينتهي، علينا أن نفوز بهذه البطولة وسننتظر من سيواجهنا في الدور قبل النهائي. سعيد باللاعبين وأنا، لأننا نؤمن بأنفسنا واللاعبون يثقون بأنفسهم، وأنا سعيد جدا. تهانينا للاعبين وللمشجعين. كانت مباراة صعبة، مباراة دور الثمانية دائما أدوار صعبة، لا توجد فرق سهلة في الكرة الإفريقية، كل الفرق الكبيرة خرجت، وبالنسبة لنا أن نكون موجودون هنا فهذا يجعل اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم، علينا أن نشكر اللاعبين على هذا المجهود. هذه المباراة الخامسة، الأمر ليس سهلا. في مصر يوجه الكثير من النقد لأن أداؤه مع ليفربول يختلف عن أداؤه مع المنتخب، ونفس الشيء يحدث مع أوسيمين. ما رأيك في هذا السبب؟ الفارق ما بين النادي والفريق الوطني؟ كرة القدم الإفريقية ودرجة الحرارة والرطوبة، الأمر ليس سهلا على اللاعبين، ليس لها علاقة بالرغبة والحماس، هناك العديد من العوامل في الحقيقة، ولكن أنا أتحدث عن لاعبي. أوسيمين لديه الرغبة والحماس للعب ويعطينا الكثير، وعلينا أن نكون سعداء بذلك. أنا سعيد بهذا النصر، والآن نحن في الدور قبل النهائي. أيهما يجعلك أكثر سعادة، أن يفوز الفريق أن تسجل؟ بالطبع أن يفوز الفريق، التواجد في الدور قبل النهائي شيء عظيم. أنا دائما لدي الحافز وأساعد الفريق بأي طريقة يمكنني ذلك، وأنا سعيد بأنني أسجل. عام 2013 استطعتم الفوز بهذه البطولة، هل تعتقدون أنكم ستفوزون بهذه البطولة؟ نعم، نلعب بجماعية ولدينا تلك الروح، ونحن نلعب هذه البطولة مباراة بعد مباراة ولنرى. أهلا بك على قناة On Time Sports، تهنينا على هذا الفوز. لعبت على الأجنحة مع الأرسنال أو الآن تلعب في خط الوسط، ما هو شعورك في أنك تلعب في أماكن مختلفة؟ أنا تربيت في أكاديمية ألعب فيها في أماكن مختلفة، وأنا أعرف مهام كل مركز، وأنا أنفذ ما يقوله لي المدير الفني سواء في الأرسنال أو فولام أو إيفرتون أو نيجيريا، دائما أعطي قصارى جهدي. المباراة المقبلة إما جنوب أفريقيا أو كاب فيردي، من تختار؟ أي فريق؟ إذا كنت تريد أن تفوز بالكأس الأمم الإفريقية عليك أن تفوز على الفريق الأفضل. الناس متفائلون في نيجيريا بأن هذا الجيل سيفوز بهذه البطولة، لأن آخر مرة فزتم بها كانت عام 2013. نعم، نحن نؤمن بذلك، ولكن علينا أن نبقى متواضعين وواقعيين. نحن سعداء بالوصول لدور قبل النهائي، سنستريح ونستعد لما هو قادم. سعداء بوجودنا في هذه البطولة واللعب بهذه الروح القوية، نحن نلعب كفريق متماسك، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، علينا أن نتذكر لماذا نحن هنا وكيف نؤدي بهذه الطريقة. نحن سعداء وفخورون بهذه الجماعية وما وصلنا إليه. وماذا بشأن إصابتك؟ المباراة الثانية أمام كوت ديفوار شعرت ببعض الآلام، ولكن حاولت أن أتماسك وأردت أن أعطي كل ما لدي للفريق، ولكن القرار يعود إلى المدير الفني، ولكنني أحب دائما أن أكون موجودا وأضبط التوقيتات التدريب.
أنا سعيد جدا بأنني أؤدي مع الفريق بهذا الشكل، وسعيد بنظافة شباكي، وأنا دائما أدعو الله أن تبقى شباكي نظيفة. سعيد جدا بأننا دائما نخرج بشباك نظيفة ونفوز. الأهم هو أننا فزنا. تهانينا على الفوز. ما شعورك بالوصول لدور قبل النهائي؟ البطولة السابقة لم نصل إلى دور الثمانية، ولكن أنا سعيد جدا بهذا الفريق لأننا نعمل بمنتهى الجدية، وأنا سعيد فعلا. تعتقد أنك كان من المفترض أن تقتلوا المباراة، ولكنهم أعطيتم الأنجولين الفرصة للعودة. الأهم هم أنهم لم يعودوا في المباراة ونحن فزنا، وهدف واحد كافي بالنسبة لنا. من تختار، نيجيريا أم كيف فيردي؟ أي فريق؟ أعتقد أننا لم نجد نقاط ضعف، وجدنا فريقا قويا متماسكا يستطيعون أن يقطعوا الكرات، والسهل كان بالنسبة لنا أن نلعب بسرعة في الفراغات، ونحاول دائما أن نمرر الكرة بسرعة فيما بين الخطوط، سواء من المنتصف أو من بين الخطوط. ولكن بشكل عام هم فريق متماسك جدا، والأمر كان صعبا. ماذا لو نجح مابولولو بتسجيل الهدف؟ هل الأمور كانت ستتغير؟ بالتأكيد، لأن نيجيريا في هذه الحالة كانت ستفتح خطوطها، وكان الأمر واضح بالنسبة لهم أنهم يقطعون الكرات ويهاجمون وعاقبونا بالهدف. ولو كنا سجلنا الهدف الأول كانت الأمور تختلف. وبالنسبة لأداء أنغولا في هذه البطولة ماذا تقول؟ أقول أننا فخورون بهذه المباراة وهذه البطولة بشكل عام، وعلينا أن نبني على هذا ما حققناه في البطولات المقبلة. دي كانت لقاءات لمنتخبي نيجيريا وأنغولا بعد مباراة أمس. بنشكر طبعا زميلنا أيمن مصطفى على إجراء للقاءات بعد المباراة. لسه مكملين مع حضراتكم، هنتكلم عن مباراتين النهاردة هامتين جدا، ولكن بعد الفاصل نواصل. مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية. يا ماني، لو هنتكلم عن الكونغو وغينيا، وهو لقاء مهم جدا للكونغو الحقيقة، اللي ظهرت بمستوى أنا مش هقول قوي، لأن غينيا كانت ضعيفة جدا وما قدمتش حاجة امبارح، يعني المنتخب الغيني واستقبلت 3 أهداف. رأيك سريعا في لقاء بأمس غينيا وكونغو؟ بص، هو غينيا وكونغو أصلا بتفتقد لأهم لاعبيها من قدام مصر، يعني اللي هو كاكوتا اللي هو لاعب رقم 10، يعني مركز 10 عندهم، بيلعب بيبيس 14 أعتقد، هو كان غايب للإصابة ومش موجود. قدموا مباراة جيدة جدا قدام غينيا مستواها ضعيف، قدروا زي ما قلت لك قدروا يسجلوا 3، قدروا يسجلوا اكتر من كده، ويعني هم تأهل مستحق، ولكن اعتقد ده هيبقى اخرهم، اول فوز لهم في البطولة دي اصلا، يعني هم كلها تعادلات، حتى فوز على مصر ضربات ركلات ترجيح يعتبر تعادل، فهو اول فوز في البطولة، واعتقد هيكون الاخير يعني. خلاص يعني انت ده اخر المشوار لحد كده، وشكرا كده. هيبقى اكتر من كده، هيبقى قدامكم يعني كوت ديفوار غالبا، يعني لسه بنتكلم، بس يعني هيبقى صعب اكتر من كده. ما عندهمش اللي يوديهم لل، لا ما اعتقدش هيبقى عندهم، حتى على الرغم ان هم منتخب جماعي، منتخب بالروح دي الصبر، عامل معاهم اداء جيد جدا. صحيح. بس اعتقد المفاجآت لحد هنا هتبقى ده اخرها. مش هيبقى في اكتر من كده مفاجآت بالنسبه لمنتخب الكونغو الديمقراطيه. طيب خلينا نروح للقاءات بعد انتهاء مباراه الكونغو وغينيا وتفوق الكونغو ب3 أهداف مقابل هدف. نشوف لقاءات بعد المباراه ونرجع لحضراتكم تاني. Qui honore notre football. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire pour d'abord montrer le vrai visage du football congolais. سعداء بكرة القدم التي قدمناها. جئنا إلى هنا إلى الكوت ديفوار لكي ننظر للعالم كله الوجه الحقيقي لكرة القدم الكونغولية. كرة قدم ممتعة، سهلة، بسيطة، مزدهرة، هذا هو الهدف، ولكي نقول للعالم كله أننا أحياء وباقون. كنا من ضمن أفضل 15 أو من ضمن أفضل 10 فرق في إفريقيا، والآن نحن ضمن أفضل 4 فرق في إفريقيا. نحن سعداء بلاعبينا وبالتطور الذي أحرزوه وفي هذه البطولة الرائعة، حيث اللعب النظيف وحيث الاستقبال الرائع من قبل الكوت ديفوار. للأسف الكونغو الديمقراطية قد تلتقي بالبلد المنظم للبطولة، ولكن هكذا هي كرة القدم. سوف نبدأ المباراة معهم وكأنها بطولة جديدة بالنسبة لنا. نحن دائما حصان أسود ومرشحون دائما للوصول إلى النهائي. سوف نلعب كرة قدم حقيقية كما اعتدتم منا، وسوف نتعامل مع كل مباراة على حدة، وسوف نرى في نصف النهائي إذا
ما تأهلنا إلى النهائي سوف نلعب على الكأس بالتأكيد، ولكن في كل الأحوال أنا سعيد بما قدمه لاعبونا وبعودة الكونغو الديمقراطية. إنها أمة كبيرة في عالم كرة القدم بما تملكه من تاريخ وألقاب وبما تملكه من نجوم حاليين في الوقت الحالي. نقول للعالم كله أننا عدنا بقوة. شكرا لكم. لقد افتقدنا إلى الفاعلية، كان علينا أن نسجل هدفا ثانيا، لم نفعل ذلك للأسف، وهم سجلوا ثم تعقدت الأمور. كما قلت حين لأننا لم نسجل هدفا ثانيا بعد الهدف الأول، تلقينا اللعب واحتسبت علينا ركلة جزاء أصابتنا بارتباك في التفكير، وهذه هي إحدى النقاط التي يجب أن يعمل لاعبونا على أن يتطوروا فيها، يجب أن نتطور بشكل سريع. Yes, we know now we are in semi-final and we need صحيح نحن الآن في الدور النصف النهائي ونحن سعداء بهذا، وعلينا أن نؤمن بأنفسنا أكثر ونستعد للمباراة المقبلة، وكل شيء ممكن، ولكن الآن علينا أن نركز فيما هو قادم في المباراة المقبلة وأن نتحلى بالتواضع ونثق في أنفسنا. قدمنا مباراة كبيرة، بدأنا المباراة بهدوء وأنهيناها بقوة، وفخورون لأننا فزنا بثلاثة أهداف لهدف، لأن ذلك يخيف المنافسين ويسعد الشعب الكونغولي، وهذا انتصار يجب علينا أن نتذوق حلاوته. نعم، إنها جائزة رائعة وهي تثبت أننا نعمل جميعا عمل شاق، ويجب أن نستمر على هذا النحو وأن نلامس وجه القمر، لما لا؟ طموحنا هو طموح المشروع، ونحترم أيضا طموحات الفرق الأخرى، يجب أن نحترم جميع الفرق. نعم فزنا بثلاثة أهداف لهدف، ولكنها كانت مباراة صعبة، والكونغو هنا بالتأكيد. بالنسبة لمصر نعم كانت مباراة صعبة جدا، فريق يحمل على قميصه الكثير من النجوم، فريق اعتدى الفوز بالكان، والآن فوزنا بثلاثة أهداف على غينيا يمنحنا الفخر. كان ذلك هدفنا منذ البداية، أن نعيد الكونغو إلى ما كانت عليه في الماضي. اليوم سنحتفل وغدا نعود للعمل. فوز مستحق امبارح لمنتخب الكونغو على المنتخب الغيني بثلاث أهداف مقابل هدف. يمكن منتخب غيني امبارح ما قدمش حاجة، عشان تقدر تقول ان هو كان فوز صعب يعني لمنتخب الكونغو. لسه مكملين مع حضراتكم نتكلم عن مباراتين النهاردة، ولكن بعد الفاصل نواصل. في السابع مساء مالي على في مواجهة كوتيفوار، هنتكلم عن المباراة دي الأول بالتفصيل. يا مالي، مالي في مواجهة كوتيفوار، وحابب تبتدي مالي ولا بكوتيفوار؟ خلينا نبدأ بمالي. ماشي يلا، عشان كوتيفوار ندي حقها بقى في الحتة بتاعتها يعني. بصوا، منتخب مالي منتخب صعب بسهولة، بعتبره صعب بسهولة. حتى مواجهته أمام بوركينا، احنا كنا شفنا لما كنا اتكلمنا حتى في السبت الأفريقي الممتاز اللي فات، اتكلمنا قلنا ان بوركينا أداها بيقل ومالي اللي أداها تصاعدي، وبالتالي كان فوزهم على بوركينا هو فوز منطقي جدا. حتى المباراة كانوا هم المتسيدين المباراة في أكبر وقت من المباراة، وقدروا ان هم يتأهلوا للدور الثمانية. عندهم مواجهة صعبة مع صاحب الأرض. بس قبل ما نتكلم على كوتيفوار، حابب أتكلم بس عن في لاعب في مالي حابب أتكلم عليه، اللي هو لاسين سينياكو. هو مسجل 3 أهداف في البطولة لغاية دلوقتي، هو هدفهم، ومسجلين 4 أهداف، هو مسجل 3 منهم، وهو يعتبر من أكتر المسجلين بعد فيدريك كانوتي في 2004، كان مسجل عدد برضو كبير من الأهداف في البطولة دي. هم منتخب منظم جدا، عندهم عناصر كويسة جدا، سواء كان حيدارة اللي هو بيلعب اصلا باك ليفت اللي هو رقم 4 اللي هو مركزه الاساسي يعني باك ليفت، ولسانا كلوبالي في وسط الملعب برضو مع محمد كمارا، فمقدمين بطوله ممتازه جدا. واليو ديانج لما بينزل برضو بيكون بيخلق اضافه لمنتخب مالي، ولكن في رقم برضو عند منتخب مالي، هم اخر 8 مباريات في البطوله ما خسروش، يعني هم كل خروجاتهم كانت بركلات ترجيح، مسجلين 4 فوز و4 تعادل من نسخه 2021. حتى خروجهم النسخه اللي فاتت كانت بركلات الترجيح. اما منتخب كوتيفوار، طب استنى قبل ما نتكلم عن منتخب كوتيفوار نشوف المدير الفني للمنتخب المالي قال ايه في المؤتمر الصحفي، ونرجع لحضراتكم تاني. لدينا فرصه بهذه التشكيله التي تشارك في كاس الامم الافريقيه الرابعه،
في الواقع 3 لاعبين يتمتعون بالخبرة. هناك بعض اللاعبين الشباب جاءوا برغبة في كتابة اسمهم في تاريخ كرة القدم المالية. لدينا مجموعة تريد أن تكتب أسماءها في تاريخ كرة القدم المالية. لكي يتمكنوا من القيام بذلك عليهم إظهار ذلك كل يوم في العمل، ويجب أن تعي ما يحدث حولك. بالنسبة لي هناك شيء مهم، كوت ديفوار هي المرشحة لأنه كما قلت يلعبون في بلادهم، نظموا كأس الأمم الأفريقية وفي تصنيف الفيفا يتقدمون على مالي، لذا اليوم هي المرشح دون مناقشة، هي ساحل العاج. ده كان جزء من المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب المالي قبل اللقاء كوت ديفوار اليوم. يماني هكلمك على كوت ديفوار. كوت ديفوار بدايته ما كانتش أفضل حال، ولكن النهاردة عنده فرصة أنه يكون خلاص بيقرب للتتويج بالبطولة على أرضه. يعني بص، احنا اتكلمنا عن كوت ديفوار قبل كده وقلنا ان لما كنا بنتكلم على كوت ديفوار والسنغال، وكنت اتكلمت معاك ان انا متوقع ان كوت ديفوار نكس تكسب السنغال، حتى قلت لي انت كنت معايا في نفس التوقع. صحيح. طيب الكوره سكريبتد زي ما بنقول، او الكوره ليها لازم بيبقى فيها حاجات كده لازم تبص عليها، يعني هي تحس من رحم المعاناه ولد التاهل لكوت ديفوار من اول مجموعه بتلعب وهم شبه خارجين مغلوبين 4 نشكرهم قليل، فكشجعوا المغرب عشان يطلعوا فلازم وفضلوا مكملين مكملين ومجموعات بقى سيناريوهات بقى منتخب مصر. صح. مجموعات ما فيهاش توالت مش عارف ايه ايه لغايه في الاخر بقى في الاخر المغرب تكسب هم يصعدوا ثالث وصعدوا ثالث. كان عندهم مباراه صعبه جدا جدا امام السنغال. بالمناسبه كوت ديفوار من اقل الفرق اللي مسجله جوان في كل الفرق اللي موجوده، مسجل 3 جوان بس في الثمانيه اللي كانوا موجودين، مسجل فوفانا وكراسو وكسي. صحيح. لما هم دول الثلاثه اللي مسجلين اجوان لكوت ديفوار. كوت ديفوار عندها رقم سلبي جدا في البطوله بعد الكونغو على طول، لان يعني الكونغو اكتر منتخب بيضيع فرص، نسبه الفعاليه بتاعتهم 5%، كوت ديفوار 5.6%، ومسجلين على المرمى 54 تسديده سجلوا منها 3 اجوان بس. طيب ايه اللي مخلينا ان احنا نقول ان كوت ديفوار حتى على الرغم من كل ده انه ممكن تكون كوت ديفوار هي الاقرب للتاهل؟ لان كوت ديفوار لعبت منتخب السنغال وقدمت مباراه ممتازه جدا. منتخب صحيح. السنغال كان هو الاقرب للتاهل، ولكن كوت ديفوار قدمت مباراه بطوليه. منتخب السنغال سجل في اول 3 4 دقائق، مش سهل انك تستقبل على ارضك هدف في اول 3 4 دقائق. منتخب السنغال واقف على رجله، منتخب عسى واقف، كوت ديفوار واقف على رجله. تغييرات، كيسي نزل، جات لهم ضربه جزاء مستحقه، يعني هم كانوا ضايعين اكتر من فرصه قبلها، ضربه جزاء مستحقه قدر كيسي انه يسجلها ويدخلها. صحيح. مش بس كده، كمان ركلات الترجيح الخمسه تسجلهم. سجلهم. صح. وكيسي مسجل ضربه جزاء الخمسه، ضربه جزاء من احسن ما ممكن تشوف. الراجل قاعد مندي واقف في المرمى، عارف انت والله العظيم انا حسيت في اللحظه دي لو يا جماعه ما بيدخل فيه اهو، والله يعني ما بيدخل فيه ضربات جزاء امال ليه؟ يعني امال ليه؟ ما يعني بيدخل اهو، احنا لعبنا عليه 9 ضربات او 10 ضربات، 9 ضربات اعتقد. الراجل اهو بيتسجل فيه جوان. الراجل سجلها له في سقف المرمى على شماله. مندي اصلا ما اتحركش، يعني واقف اتثبت ما اتحركش، والخمسه كلهم دخلوا المرمى. فكوت ديفوار بتتصاعد، اداء تصاعدي في البطوله. افضل كوت ديفوار على مالي النهارده. كوت ديفوار جماهير اغلب المنتخبات اللي بتخرج جماهيرهم والصحفيين بيساندوا كوت ديفوار صعبه الارض طول ما هي مكمله مديه الروح للبطوله. اكيد لسه مكملين مع حضراتكم. خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لمنتخب كوت ديفوار ونرجع لحضراتكم تاني. أستطيع أن أقول أنه بعد الفوز على السنغال استعدنا بعض التألق. كان دور المجموعات معقدا للغاية ومررنا بأوقات صعبة، لذلك قمنا بعمل جيد بالفوز بركلات الترجيح، وقد عزز ذلك معنوياتنا. ندخل المباراة غدا ضد مالي بثقة، مع العلم أنها ستكون مباراة صعبة. هذا المنتخب المالي لديه فريق جيد يعرف كيف يلعب كرة القدم. خط الوسط ذو الجودة العالية سيسبب لنا المشاكل. ستكون مباراة صعبة، لكننا سنستعد للتأهل إلى نصف النهائي. لقد قدموا بطولة رائعة حتى الآن. أعتقد أنهم بدأوا بمباراة صعبة ضد جنوب أفريقيا. لقد واجهوا الكثير من المشاكل خاصة في الشوط الأول، لكن ثقتهم تزداد مع كل مباراة. في رأيي نقطة قوتهم هي خط الوسط. لديهم 4 لاعبي خط وسط يتمتعون بجودة كبيرة ويكملون بعضهم البعض بشكل جيد. اللاعبون الذين لعبوا معا لفترة طويلة لديهم فنيات رائعة، مثل مهاجمهم لاسين سينايوكو الذي يتمتع بمستوى كبير من التهديف. إنهم فريق يتمتع بقدرات فنية جيدة، لذا علينا أن نكون مستعدين لمواجهتهم. طبعا مواجهة النهاردة مهمة، مواجهة صعبة، مالي كوت ديفوار. مباراة ان شاء الله تكون الساعة 7. كل منتخب عنده طموح كبير جدا جدا ان هو يكون بيتأهل النهاردة. كوت ديفوار اللي معاه زي ما كنت بتكلم مع يماني، معاه عامل الارض، معاه الجمهور، اعلام هناك، كل المساندة للمنتخب الإيفواري. منتخب مالي يعني الافضلية اعتقد هتكون رايحة شوية بنسبة اكبر لمنتخب كوت ديفوار، ولكن اكيد هنتابع مع حضراتكم مباراة تانية النهاردة، كاب فيردي جنوب افريقيا، هنتكلم عليها بالتفصيل ولكن بعد الفاصل نواصل.
مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه. كاب فيردي في النهارده مواجهه صعبه امام منتخب جنوب افريقيا. يماني كاب فيردي واحده من المنتخبات وهي ممكن تقول الحصان الاسود بتاع البطوله، وبالظهور بالشكل ده منتخب بيلعب كره جماعيه عنده شكل يعني في الاخر. تتوقع النهارده ممكن يتخطى عقبه جنوب افريقيا ولا لا؟ بص هناخد من كلامك جمله قوي حلوه جدا انت لسه قايلها، منتخب له شكل في البطوله. منتخب كاب فيردي المنتخب الوحيد اللي كان متعرض ان هو فاز ضامن الاول، ضامن الاول بعد اول ماتشين، ولعبوا قدام منتخب مصر بسبع او ثمان لعيبه من الاحتياطي، اتفرج عليهم قدام منتخب مصر هو نفس الاداء بنفس كل حاجه. صح. فهو المدير الفني بتاعهم راجل عارف هو مدربهم على ايه، عارف ان هم بيلعبوا ازاي. باختلاف الاسماء هو بيلعبوا 4 3 3، باختلاف الاسماء بيفضلوا بيلعبوا بشكل متميز جدا جدا جدا. عندهم رايان مينديز اللي هو الجناح بتاعهم من نجومهم في البطوله، وكابرال الجناح الشمال مجنون في البطوله، وبيبي لاعب الوسط. دي احصائياتهم في مباراه موريتانيا وكاب فيردي. عشان الناس كانت شويه بتقول انه ماتش موريتانيا لما يفوز 1-0 لا يخليك تقلق شويه من كاب فيردي، دي احصائيات المباراه. هتشوف الفرق حتى على مستوى المحاولات. بص المحاولات اللي على الشمال، المحاولات اللي على الشمال هي محاولات كاب فيردي على المرمى كلها من جوه منطقه الجزاء تقريبا، المؤثره من جوه منطقه الجزاء. يعني اغلب المحاولات حتى لو التسجيل جه من ركله جزاء كانت تعتبر ركله جزاء ساذجه يعني من دفاع موريتانيا، ولكن كاب فيردي كانت مسيطره على المباراه بالكامل. موريتانيا اجتهدت قدام كاب فيردي، ولكن كاب فيردي قدرت انها تتخطى موريتانيا. تخطي موريتانيا ده طبيعي بعد تعادلهم مع مصر، بعد تصدرهم مجموعه، ان يكون في شويه تراخي بسيط قدام موريتانيا، بسيط. وهم قدروا يتداركوا ده ان هم عدوا المباراه لبره الامان بشباك نظيفه، وقدروا يعدوا للدور اللي بعد كده. منتخب كاب فيردي من مميزاته ان هو بيعتمد كمان على المراوغات، منتخب بيرقص كويس، منتخب متماسك جدا على المستوى الدفاعي. عندهم وسط الملعب الثلاثه اللي موجودين سواء مونتيرو اللي هو بيلعب وسط ملعب يمين، او كيفن بينا اللي بيلعب وسط ملعب في النص، او دوارتي اللي بيلعب ناحيه الشمال، الثلاثه متميزين جدا جدا في خط الوسط. وعندهم طبعا ستيفن موريرا اللي هو كان الباك رايت، وباو فرنانديز الباك ليفت، دي من اهم العناصر اللي موجوده، ولوجان كوستا طبعا السنتر باك، كلهم عناصر اثبتوا نفسهم في البطوله دي. لو كانوا هيواجهوا منتخب المغرب كنت ساعتها ممكن اقول لك انه ممكن كاب فيردي تعدي المغرب، وبالتالي مواجهتهم لجنوب افريقيا تدي الافضليه اعلى كمان لكاب فيردي في رايي الشخصي، لان كاب فيردي عندهم ثبات في المستوى عكس جنوب افريقيا اللي ممكن شويه ما يكونش عندهم ثبات في المستوى، ولكن هم عايزين يحققوا انجاز، يوصلوا سيمي فاينال لاول مره في تاريخهم. زي ما قلت لك حتى البطوله اللي فاتت هم خرجوا قدام السنغال في سيناريو غريب جدا في دور ال 16، كان عندهم نص اللعيبه متصابه بالكوفيد، وعندهم الحارس اتطرد، ولعبوا بلاعب مدافع وقفوا حارس مرمى. كل الحاجات دي ادت لخروجهم من البطوله اللي فاتت، بتقول ان البطوله دي يقدروا يعملوا حاجه، ودي اخر فرصه للثلاثي الهجوم اللي ذكرتهم لك، لانهم عندهم 33 سنه، البطوله الجايه هيكونوا 35 غالبا مش هيكونوا موجودين، فدي اخر بطوله يقدروا يحققوا انجاز، والانجاز هو يعتبر وصول للسيمي فاينل. وما نيجي نوصل للسيمي فاينل ممكن ساعتها لكل حارس حديث يعني. بس الافضليه بالنسبه لك كاب فيردي بنسبه كبيره ولا لا؟ لا نسبيا يعني، خلينا نقول هو انا متوقع هيبقى احلى ماتش النهارده، هو ماتش حلو، اعتقد ممكن نقول 60-40 لصالح كاب فيردي. طيب خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لمنتخب كاب فيردي قبل اللقاء اليوم، ونرجع لحضراتكم تاني. في البدايه يجب ان اقول ان لدينا ثقه كبيره، استعدينا بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق الفوز، لقد حصلنا على راحة جيدة واللاعبون في حالة جيدة، سنعمل كفريق واحد للوصول إلى نصف النهائي كما كنا نخطط منذ البداية. نحن بحاجة إلى أن نبقى متحدين وقريبين من بعضنا البعض لتحقيق النجاح. لاعبونا في المستوى المطلوب، ونحن جميعا متحدون وأمة كاملة تقف خلفنا، سنبذل كل ما في وسعنا لنجلب لهم المزيد من السعادة. إنه مصدر فخر بالنسبة لي اليوم أن أتمكن من تمثيل بلدي، وهو نفس الشعور بالنسبة لنا جميعا في الفريق. غدا سنواصل القتال ونواصل جعل بلادنا فخورة بنا، من واجبنا أن نفوز وأن نجعل بلادنا فخورة بمواصلة هذه المغامرة. نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا للغاية أمام فريق جنوب أفريقي جيد، حقق مسيرة رائعة حتى الآن وواجه بعض المنتخبات الكبيرة. النهارده كاب فيردي اكيد بيبحث عن التاهل على حساب جنوب افريقيا. يماني جنوب افريقيا وهو منتخب بيمتلك عناصر مميزه ويمكن بيفتقد الجماعيه شويه في الاداء، بتشوف النهارده جنوب افريقيا اللي ممكن يقدمه امام كاب فيردي؟ جنوب افريقيا بروس قدم مباراه ممتازه جدا قدام المغرب، كان واقعي جدا جدا في المباراه. كنا شايفين الشوط الاولاني كله كانت سيطره
لمنتخب المغرب على المباراه في الشوط الاولاني، وجنوب افريقيا ما كانتش ظاهره تقريبا. شفنا ده برضو اتكرر في الشوط الثاني، يمكن حتى معانا برضو صوره بنستعرض فيها الاهداف حتى المتوقعه خلال المباراه ما بين الفريقين، عشان نشوف ان جنوب افريقيا كانت موفقه بشكل كبير قدام المنتخب المغربي. لان المفروض دي المفروض الاهداف المتوقعه على الشمال ده الشوط الاولاني، مش شايفين اي لون بنفسجي في الرسم البياني، كل لون احمر بس اللي موجود ده منتخب المغرب. الشوط الثاني اللي على اليمين بدأ لون البنفسجي يظهر تحت، والأهداف المتوقعة 3/10 هدف لجنوب أفريقيا، على عكس فوق منتخب المغرب مفروض كان يسجل هدفين في المباراة. طبعا أبرزهم ركلة الجزاء اللي كان ضيعها أشرف حكيمي، كانت بتبقى حوالي تقريبا يعني 75% هدف متوقع طبعا. فشفنا المباراة دي كان موفق فيها جدا منتخب جنوب أفريقيا، كان مجتهد، كان بيدافع، كان بيأمن المباراة. المباراة ما تيجي تشوفها ما تقولش جنوب افريقيا هي اللي تصعد، تقول المغرب هي اللي تصعد، ولكن صح. عشان في اجتهاد من منتخب جنوب افريقيا فهم قدروا يوصلوا للدور اللي بعد كده. ما اقدرش اقول لك ان هم خلال المباراه اقنعوني او قدموا مباراه مبهره تقدر تقول ان هم يبقى ليهم الاغلبيه على الراس الاخضر، لكن هم عندهم جزء. ثيمبا زواني اللاعب بتاعهم، ثيمبا زواني هو لاعب صن داونز، هو مساهم في 50% من الاهداف اللي سجلتها جنوب افريقيا في البطوله، سواء بالتسجيل او بالصناعه حتى هذه اللحظه. فمن العناصر المميزه جدا في منتخب جنوب افريقيا. ومكجويا اللي هو المهاجم بتاعهم اللي هو سجل هدفهم في مرمى المغرب، من اللعيبه المتميزه. بروس طبعا من العناصر اللي عنده خبره كبيره جدا في هذه البطوله، وده يمكن بتديهم افضليه شويه ان هم على مستوى العناصر لو ما عندهمش خبره الوصول لقبل النهائي. اعتقد جنوب افريقيا لو وصلت لقبل النهائي اعتقد من المرات القليله اللي هنشوف جنوب افريقيا توصل من سنه اعتقد 98 وانا متذكر صح، و2002 ما وصلتش، فبالتالي يعتبر حتى انجاز لجنوب افريقيا طبعا. ولكن على الرغم من كل ده، التاريخ مع جنوب افريقيا والعناصر اللاعبين الفرديه مع جنوب افريقيا، لكن الجماعيه تكون افضل في كاب فيردي، وتكون الافضليه لكاب فيردي في مباراه النهارده. طيب خلينا نشوف المدير الفني لجنوب افريقيا قال ايه في المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم تاني. أعتقد أننا سنكون جاهزين لمباراة الغد. نحن لا نقلل من فريق الرأس الأخضر، حسنا إنه ليس نفس الفريق مثل المغرب بجميع اللاعبين ذوي الجودة العالية الذين يلعبون في فرق كبيرة في أوروبا، لكن بما رأيته من الفريق أعتقد أنه لا يتعين علينا التقليل من شأنهم، لديهم الجودة، إنهم فريق على أرض الملعب، اللاعبون منضبطون للغاية في القيام بأدوارهم، من الصعب اللعب ضدهم، وهذا يعني أنه علينا غدا أن نقدم أفضل مستوى لدينا مرة أخرى. إذا كنا نريد التواجد في الدور النصف النهائي أعتقد أنه من الطبيعي أن نبدأ شيئا فشيئا في الحلم بالنهائي، لكن سيكون خطأ كبيرا للغاية أن نعتقد أنه بعد الفوز على المغرب أن كل شيء سيكون أكثر سهولة. فلنبدأ يوم السبت في محاولة التغلب على فريق الرأس الأخضر، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث. لذلك نحن واثقون، ولكن وعلى الجانب الآخر نعلم أيضا أن الأمر سيكون صعبا. لقائين النهارده مهمين جدا، مالي وكوت ديفوار وكاب فيردي جنوب افريقيا. يا ماني شرفتني ونورتني وبتشرف بيك دايما حبيبي يحيى السبت الافريقي الممتاز المعتاد. بشكرك، شكرا جزيلا. انا اسعد مشاهدينا. خلص حلقتنا النهارده من اون افريقيا، ان شاء الله بكره حلقه جديده. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا والى اللقاء.